هلا everybody، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبايبي طلابي الغاليين اللي داخلين كي جي 1 كي جي 2 وطبعا جريد 1، النهاردة سيشن نمبر 3 في كورس التأسيس الخاص بحبايبي الغاليين. انا ابني لو دخل كي جي 1 او كي جي 2 او جريد 1 يقدر يتابع الكورس ده ويتأسس جدا جدا في مادة الماث. النهاردة حبايبي الشطار هنستكمل الكورس بتاعنا، هنتعلم هنعمل ريفيجن كده سريعة جدا وجميلة جدا جدا على numbers from 1 to 5. احنا اتفقنا طبعا اولياء الامور دايما دايما بعود ابني وبرجع له، يعني write 1 اكتب 1 يفضل يكتب لك 1، write 2 2 وعقدناها بالليترز يكتبها بالليترز بالحروف 1 O-N-A ويكتب قدامها كده 1. ابدا اكتب له مثلا هنا 1 2 3 4 5 واقول له circle the number 5، يعني اعمل سيركل على 5 اهو، circle the number 3 and so on. تمام كل ده اتعلمناه في الحلقات اللي فاتت. طبعا الناس لو حابه تشوف محتوى اضافي تواصل معنا عن طريق الواتساب، هتلاقي محتوى اضافي جميل جدا جدا طبعا هيفيدهم جدا جدا. عايز ابني يبقى متميز اكتر واكتر، لكن الكورس ده الموجود على اليوتيوب طبعا يقدر يخلي الطالب من طالب ما بيعرفش حاجه في الماث لطالب متميز جدا في ماده الماث. وسايب لكم جروب التليجرام في صندوق الوصف. تعال نبدا الليسن 7 تو 10. هناخد النمبر 0، هنتعرف النهارده على الزيرو وكمان هنعمل ريفيوينج نمبرز فروم 1 تو 5. طب زيرو ذات مينز ناثينج، يعني زيرو ذات مينز ناثينج، يعني زيرو ده كان ما فيش حاجه خالص، يعني شايف كده عملنا ايه في الهاند بتاعتنا؟ قفلناها، ما فيش حاجه خالص حبايبي الشطار. لو قلت لك هنا هاو ميني فينجرز، انا هنا رافع كام فينجر قدامك، كام فينجر؟ طبعا هتقول لي زيرو ناثينج، ما فيش، يبقى ده زيرو. زيرو ما فيش حاجه، دي معناها اقول زيرو، ولازم نتعلم نكتب الزيرو زي السيركل كده الجميله البسيطه. سيركلز ذا نيست ذات هاف زيرو بيرز انسايد، تعال بص كده، انهي نيست انهي عش بدول في زيرو بيرز، يعني ما فيهوش طيور خالص. طبعا حبايبي الشطار قالوا ده يا مستر، قلت لهم برافو اكسلنت. يبقى بكل بساطه حبايبي الشطار تعرفنا على زيرو. ابني هعمل له ايه؟ طبعا هاجي في الكراسه او النوت بوك بتاعته، هكتب هنا زيرو بالشكل ده واكتب هنا بالانجلش زيرو، وابني ينزل بيهم عشان يعود يبقى خطه جميل وكمان يحفظهم كويس. يلا نكمل، ليتس جو حبايبي الشطار، بس ما ننساش نعمل لايك للفيديو عشان الفيديو بتاعنا ينتشر وحبايبي الشطار يوصل لهم كل الفيديوهات. هنا حبايبي الشطار بيقول لي تراك اند رايت، يبقى ايه؟ اعمل عليها، ارجع عليها وكمان اكتبها، اكتب الزيرو. طبعا ملاحظين بص بيعمل ايه؟ بيقول لك ابدا كده، لما تيجي تكتب الزيرو اعمل كده. تمام؟ تكتب الزيرو كده. حبايبي الشطار هيتدربوا عليها ويكتبوها في الباك بتاعهم، احنا شغالين من كتاب المقصر. تمام يبدا يكتب زيرو، ابني يتدرب ويكتب زيرو كتير جدا جدا. يلا بينا نكمل بقى الاكسرسايز بتاعتنا حبايبي الشطار. هنا هنعمل ريفيو رايتنج ذا نمبر فروم 1 تو 5، هراجع النمبرز فروم 1 تو 5. طبعا حبايبي اتعلمنا ال1 وعلمناكم طريقه ازاي تكتب 1 طبعا بالشكل ده. في بعض حبايبي الشطار ممكن يعملها كده، نو بروبلم، دو يور بيست، اعمل اللي انت عايزه. طب هنا 1 فيش، طب هنا 2، طب حبايبي شو طالع نتعلم ال2، هنا 2 فيش، طبعا 3 4 5، مفيش مشكله حبايبي شطار نقدر نكتبهم بكل بساطه. لازم ابني يكون يعرف يكتبهم لوحده. لو قلت له رايت 1، طبعا احنا اتعلمنا بعض الكلمات، قلنا لما اقول لك رايت اكتب، درو ارسم، كاونت عد، كل ده اخذناه في السيشنز اللي فاتت وتدربنا عليه كتير جدا جدا. ويلا نبدا نكمل الاكسرسايز بتاعتنا، احنا اخذنا من 1 لفايف، يبقى حافظينهم كويس حبايبي الشطار، ايزي بيزي لامن سكويزي، ليتس جو ليتس جو حبايبي. هنا حبايبي الشطار اكسرسايز نمبر 3، نمبر 0، ريفيوينج نمبرز فروم 1 تو 5. جوين، مستر انت فكرتني بكلمه جوين، جوين دي معناها ايه؟ وصل. يلا حبايبي نوصل. هنا يلا كاونت ويز مي 1 2 هاو ميني بيردز، لما حب اسال ابني ها كم عدد اقول له هاو ميني كذا، يعني دي بيردز طيور، هقول له هاو ميني بيردز كم عدد الطيور. هنا 1 2 ممكن بدل ما اقول له هاو ميني بيردز اقول له كاونت عد، لازم اكرر الكلمات دي عليه عشان يحفظها لما اسمعها من التيتشر بتاعه في المدرسه، يبقى الموضوع بالنسبه له سهل جدا وبسيط جدا جدا. هنا 1 2 كاونت 1 2، يبقى كده لازم نعمل جوين بال2، ادي اكيد 2 يا مستر. طيب هنا يلا where's to، اول حرف T يبقى اهي. طب هنا zero nothing، مفيش حاجه، ده zero مفيش حاجه، يبقى zero. where is zero؟
here it is. طب هنا 0. هنا بعد كده حبايبي الشطار 1 2 3 where 3. يا ريت حبايبي الشطار يحلوا معايا، يبقوا شاطرين جدا جدا. هنا where the 3 اهي. طب هنا 1 2 3 4 where is 4. excellent حبايبي اللي شاوروا عليها جمال جدا جدا. where is 4. انا عايز الفور بقى بالليترز اهي يا مستر شطار حبايبي. هنا 1 where is 1. here it is. هنا ونعمل count بين 1 join بين 1. اخر حاجه طبعا 1 2 3 4 5. Excellent حبايبي الشطار اللي قالوا على الفايف. برافو برافو برافو. Let's complete our session. يلا نكمل السيشن بتاعتنا ايزي بيزي. Let's go. هنا حبايبي الشطار برضه بيقول لي ايه؟ join. خلاص اسمي مستر، ما سهله جدا عرفناها. join وصل، join وصل، join وصل. هتكررها كتير ليه؟ يبقى حبايبي الشطار حفظوها كويس. هنا zero. طبعا zero z. where is that؟ يبقى كده zero. هنا 1 where is 1. excellent حبايبي اللي شاوروا قالوا ايه ال 1 يا مستر. هنا 2 where is 2 حبايبي. 3 where 3. excellent حبايبي اللي شاوروا لها. 4 where is 4. excellent حبايبي. واخر حاجه معانا ايه؟ 5. اوكي هنا write the numbers. write the numbers يعني write the numbers. يعني اكتب النمبر. write يعني اكتب the number الاعداد. يلا نبدا 1 2 3. يبقى نعمل 3. يا سلام يا حبايبي لو جيتوا كده وكتبتوا ايه 3. excellent يبقى شطار جدا جدا. هنا 1 2 3 4 5 we write 5. يا سلام حبايبي لو جم عملوا ال 5 كده يا شطار جدا. 1 2 3 4 يبقى كده write 4. طبعا حبايبي كاتب ال 4. اوعوا حبايبي ما تنسوش اللايك الجميل. اوعوا ما تنسوش اللايك. اللايك لازم تعملوا لايك عشان الفيديو ينتشر ويوصلكم كل الفيديوهات، وجروب التليجرام سايبه لكم في صندوق الوصف. هنا 1 2 3 write 3. طب مستر انا عايز اكتبها بالليترز. اكسلنت حبايبي اللي بيكتبوها بالليترز وبالنمبرز. 1 2 جاست 2. هنا نكتب 2. اكسلنت. هنا 1 برافو حبايبي 1 وي رايت 1. هنكتب ال1. اوكي اوكي فيري ايزي ايزي بيزي لايمن سكويز يا حبايبي شطار جدا جدا جدا. يلا نكمل بقى الاكسرسايز بتاعت او مستر. هنا بيقول لي هاو ميني بيردز ار ذير. How many birds are there? Oh, Mr. Ali, لما اسمع كلمة how many يعني كم العدد. How many birds? بيسأل على birds. كم واحد are there قدامك هنا. Write the numbers. واكتب النمبر. تعال نعمل كم. 1 2. Excellent. طب يلا حبايبي سبقوني. يلا يلا مين هقول دي؟ 1 2 3. Excellent حبايبي اللي قالوا 3. 1 2 3 4. excellent 4. ايه ده انا مش عارف اعد دول، مش عارف اعمل لهم counting. حبايبي الشطار يقدر يعدهم؟ ايوه. اوه مستر ثانيه دول 5. خلي بالك انت بتغلط حبايبك الشطار اشطر منك. هنا 1 2 3 4 just 4. هنا ايه ده مستر مفيش حاجه؟ ايوه مفيش حاجه. يعني ايه excellent اللي قالوا 0. هنا just one. هنعمل one حبايبي الشطار. let's complete our set. هنا حبايبي بيقول لي write the number of raised fingers. write the number يعني اكتب النمبر بتاع raised fingers الاصابع المرفوعه. تعال نعمل counting. نعد 1 2 3 يبقى 3 fingers يبقى write 3. 1 2 3 4 يبقى 4 fingers. يا سلام لو ابني يكتبها بالليترز يا سلام المستر يبقى مبسوط بي جدا جدا. هنا 1 just 1 هنكتب 1. هنا طبعا مفيش حاجه يبقى 0. هنا 1 2 3 4 5 5 fingers. هنا 1 2 just 2. اوكي حبايبي الشطار يا رب تكون فهمناها كويس. يلا بينا نكمل بقى الاكسرسايز. هنا حبايبي الشطار بيقول write the number that shows. يا مستر ما خلص write اكتب the number العدد. that shows how many. how many كمان يعني كم العدد. ماشي اوكي just ايه هنا؟ 1 حبايبي الشطار. هنا 1 2 3 4. انا عايز حبايبي يحلوا معايا قدامي. يلا 1 2 3. في ناس قالت 3 سامعها وهي بتقول 3 برافو عليكم. هنا 1 2 just 2. هنا 1 2 3 4 5 just 5. هنا 1 2 3 4 right 4. excellent حبايبي الشطار. هنا count the number of dots. هنا عد الدوتس. الدوتس اللي هي النقط دي حبايبي الشطار. each hat. بعد كده write the number. اكتب النمبر. هنا nothing ما فيش حاجه يبقى 0. هنا 1 2 3 write 3. هنا 1 2 3 4 5. هنا write 5. هنا 1 2 write 2. هنا just 1 write 1.
1 2 3 4 write 4. اكسلنت حبايبي الشطاريه بكون فهمنا الاكسرسايز ده كويس جدا جدا. يلا بينا نكمل باقي الاكسرسايز بتاعي. هنا حبايبي الشطار برده بيقول لي كاونت، بس يا مستر خلص احنا فهمنا ابني لما سمع كلمه كاونت عارف ان هو هيعد. Number of dots in each frame. Write the number. واكتب النمبر. طب ما تيجي حبايبي الشطار نحلها لوحدي ده. مستر انا عايز حبايبي يحلوهم لوحديهم كده ويبقوا شطار. يلا كده count with me. مين هعدهم عمل لهم counting. Count. يلا عد كده وقول لي كام. Bravo. سامع حد من حبايبي الشطار بيقول 5. Excellent. طب يلا كمان دول. ايوه في حد قال 2. Excellent. هنا ده nothing. Zero. هنا 3 ها 1 2 3 4 just 4 just 1. excellent حبايبي الشطار. let's complete. برضه يا مستر هنا بيقول لي count and write the number. count يلا 1 2 هنا 2 حبايبي قالوا دول 5 مجرد ما شافوهم قالوا دي 1 قالوا دول 3 قالوا nothing مفيش حاجه يبقى 0. هنا 1 2 3 4 هنا 4. excellent حبايبي الشطار. يلا نكمل بقى الاكسرسايز بتاعي. هنا حبايبي الشطار بيقول لي discover the difference and choose their number. شوف هنا كام اختلاف في البيكتشرز اللي قدامك دي واكتب النمبر بتاعها. تعال نشوف هنا كام ديفرنس او كام اختلاف. اولا هنا في كلوك، هنا مفيش كده نمبر 1 كده 1. طب هنا بصينا كويس في الفلاورز مفيش حاجه مختلفه. هنا هنا في رابت، هنا مفيش. جميل. هنا في حاجه ثانيه يلا نبص. هنا في كاربت، هنا مفيش. يبقى كده انا عندي 3. بص بقى هنا في ده، هنا مفيش. هنا المج موجود لكن هنا مش فيش. يبقى كده 4. انا كده معي 4. يلا في حاجه ثانيه حبايبي الشطار ركزوا معايا. يلا 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 ندور كويس. في حاجه ثانيه I think no، يعني نعتقد ان مفيش ايه حاجه ثانيه. بس حبايبي الشطار لو في حاجه هم هيقولوها احنا كده عملنا 4 يبقى نختار كده 4. لو في حاجة تانية حبايبي الشطار لقيتوا حاجة تانية اعملوها يبقى كده ايه 5. يا ربكم فهمناها كويس. ويلا بينا نكمل بقى الاكسرسايز بتاعتنا. هنا حبايبي الشطار بيقول لك count يعني عد. write the number of each item. كل عنصر قدامك عد. يلا نشوف اول حاجة عايز مين. هنا عايز الباترفلايز، عايز الفراشات. يلا نشوفهم كام فراشات. هنا 1 2 3. في حاجة تانية مفيش غير 3 يا مستر. هنا 1 2 3 4. هنا 4 ده 4 يا مستر. في حاجة تانية في الباترفلايز؟ لا مفيش. يبقى كده 4. اعتقد ان دي باترفلاي كمان يبقى 5. يبقى الباترفلايز كنا هنكتب ايه 5. بعد كده تعال نشوف ايه فلاورز. تعال نشوف الفلاورز 1 2 just 2 هنكتب هنا 2 and so on. يعني حاجة بكل بساطة حبيبي الشطار بنبص على البيكتشر اللي قدامي وبنكتب النمبرز. اوكي يلا هنا نكمل مع بعض حبيبي الشطار. برضو هنا how many يعني كم العدد. اول حاجة بيسألني على البالونز. مين شاطر يحل البالونز؟ how many balloons are there. طبعا هيقول 1 2 3 4 5. يبقى 5 balloons. هنا تعال ده الكون اللي قدامي ده، تعال نشوف 1 2 3 4 just 4. هنا الكيك الكب كيك 1 2 just 2. هنا التورتة اللي قدامي دي 1. طبعا حبايبي هيبداوا يعد يعملوا كاونتنج ويعد مفيش مشكله. هنا بيقول لي كروس اوت. كروس اوت يعني طلع بره. كروس اوت يعني ايه حبايبي الشطار؟ يعني هنطلع بره. نطلع بره ايه؟ ذا اكسترا ايتيمز. الايتيمز الزياده. تو جيت ذا ريتن نمبر رايت ذا نمبر اوف ايتيمز يو كروست. يعني اكتب النمبر اللي انت طلعته. انا عايز دلوقتي 3 يبقى هعمل كاونتنج. هعد 3 1 2 3 يبقى دول زياده. يبقى هعمل دي كده ودي كده. طب الزياده اللي احنا طلعناهم حبايبي الشطار كام واحد؟ هاو ميني؟ اقول له 1 2. يبقى كده رايت. فهمنا الكويستشن ده؟ يعني لما اقول لي كروس اوت يا مستر يعني بقول لي طلع بره الاكسترا ايتيمز يعني الحاجه الزياده. ايوه. انا عايز هنا كام 2؟ انا عايز صغر 2. يبقى انا هاخد 2 ده وده يبقى دول زياده. تمام حبايبي؟ يبقى نطلع الزياده. هنا الزياده كام؟ 1 2 3 4 يبقى رايت 4. هنا انا عايز 1 يبقى هاخد 1 بس يبقى هطلع ده. يبقى كده طلعنا 1. هنا انا عايز 4 كلهم 4 ما طلعتش حاجه يبقى 0. هنا عايز 5 1 2 3 4 5 يبقى ده زياده يبقى رايت 1. اوكي يا رب تكون فهمناها كويس حبايبي الشطار. يلا بينا نكمل بقى الاكسرسايز بتاعنا. هنا حبايبي الشطار كومبليت دراوينج. هنا بيقول لك ارسم اكمل رسم القلوب اللي قدامك دي الهارتس اللي قدامك دي تو جيت ذا رايت نمبر عشان تحصل على النمبر الموجود. بيقول لك ايه write the number of الهارتس اللي انت عملتها اللي رسمتها كام. يعني احنا اول حاجه هنعمل ايه
هقول له هنا في 1، انت عايز كام؟ 4. يلا نكمل 4. 1 2 3 4 كده عملت 4. طب انا رسمت كام واحد؟ 1 2 3 برايت 3. هنا حبايبي الشطار 1 2 كده ما رسمتش حاجه انا، يبقى 0. هنا انا عندي 3 كده فيش غير 1، يبقى 2 3. يبقى كده رسمنا كام واحد؟ 2. انا عايز 5 كده انا عندي 1 2 3 4 5. عملنا كام واحد حبايبي الشطار؟ 1 2 3 4 right 4. هنا انا عايز 1 ما عملتش حاجه، يبقى 0. هنا 5 1 2 3 4 5. يبقى انا عملت كام؟ عملت 2. حبايبي الشطار رسمهم هيكون احلى مني واحسن مني بكتير. يلا نكمل بقى الاكسرسايز بتاعتنا حبايبي الغالب. هنا حبايبي الشطار ارت كوردن، هنا لعبه جميله جدا جدا. في نهايه كل شابتر كتاب المعاصر عاملها حاجه جميله، بيقول لك بيجيب لك مثلا رسمه بالشكل اللي قدامك ده ويجيب لك فيها نمبرز، بيقول لك لونها. لونها ازاي؟ انا بيقول لك نمبر 1 كل ما يقابلك اعمله بالريد، يعني كل ما يقابلني 1 زي كده مثلا اهو بعمله بالريد، بلونه بالريد. بس انت هتلونه كويس، يعني هتفضل تلون نمبر 1 بالريد. كل ما يقابلك ال1 هتلونه ايه؟ بالريد. اهو ده 1 مثلا هعمله بالريد، ده 1 كل اللي قبله. بعد كده قال لك ال2 اعملها بالبلو، يبقى اعملها بالبلو يعني لونها باللون ده، وال3 باللون ده، وال4 باللون ده، وال5 باللون ده. هتبص تلاقي عندك طلع شكل جميل جدا، لونت البارت بشكل ولا اروع. اوكي ده كان ارت كورنر او لشابتر 1. في كمان واحد زيه بعده هتعمله برده نفس النظام. اوكي حبايبي الشطار كده خلصنا السيشن بتاعتنا دي، سيشن نمبر 3. يعني لو انت لسه بادئ في 2 سيشنز قبل كده ارجع لهم. تمام يا رب يكون فهمنا كويس، دربنا اولادنا كويس. ما ننساش لو ما اشتركناش في القناه نشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل الفيديوهات. واهم حاجه ما ننساش جروب التليجرام، سيبه لكم في صندوق الوصف عشان تشوف السيشنز اول باول حبايبي الشطار. ولو عايزين محتوى اضافي تواصلوا معايا عن طريق الواتساب. اشوفك على خير، باي باي حبايبي الشطار.